بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. وإلى العناوين: محمود طاهر لم أفقد الثقة أبدا في لاعبي الأهلي والجهاز الفني. الأهلي يطلب حضور 60,000 متفرج لمباراة نصف نهائي أفريقيا. والبدري قرر البقاء في تونس من أجل توفير الراحة للاعبين. أهلا بكم مجددا. وإلى التفاصيل، أكد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أنه كان على ثقة كبيرة في قدرة لاعبي فريق الكرة في الفوز على الترجي التونسي بملعب رادس، والظفر ببطاقة التأهل لدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال طاهر أنه كان واثق من أن الله سيكافئ المجتهد، مشيرا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين اجتهدوا كثيرا في الساعات الماضية واستعدوا بشكل جيد للمباراة. وأضاف رئيس الأهلي أن فريق الكرة حينما يلعب تحت ضغط يكون الأفضل ويؤدي بشكل جيد، مشيرا إلى أن لاعبي الفريق دائما ما يكونوا على قدر المسؤولية والتي توضع عليهم. وأوضح المهندس محمود طاهر أنه حريص على التوجه لغرفة خلع الملابس عقب المباراة لتهنئة اللاعبين على التأهل ومطالبتهم ببذل المزيد من الجهد للفوز بالبطولة. قال اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي بالنادي الأهلي أنه سيبدأ في الترتيبات لحضور الجماهير مباراة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، موضحا أن النادي سيطلب حضور 60,000 مشجع لهذه المباراة والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وكشف شمس أنه أجرى اتصالا بالمهندس محمود طاهر رئيس النادي وتحدثا عن مباراة الإياب وكافة الترتيبات لها، موضحا أن الخصم في الدور نصف النهائي سيحدد إقامة بعثة الأهلي في تونس، ففوز أهلي طرابلس يبقي الفريق الأحمر في العاصمة، أما فوز النجم الساحلي ينقل البعثة إلى مدينة سوسة. أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن قرار البقاء في تونس بيهدف في المقام الأول إلى توفير أقصى درجات الراحة للاعبين قبل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأضاف البدري أنه اتخذ القرار تجنبا للإرهاق ومشقة العودة لمصر ثم السفر مرة أخرى إلى تونس، خاصة وأن الوقت ضيق جدا، ومن غير المعقول أن يعود الأهلي للقاهرة الأحد ثم يسافر مجددا إلى تونس بعد يومين. وأوضح البدري أنه أغلق صفحة مباراة الترجي للتفكير في مباراة الدور قبل النهائي والتي يواجه فيها الأهلي المتأهل من مباراة النجم الساحلي وأهلي طرابلس الليبي والتي ستقام في 7:30 من مساء اليوم بسوسة.
كلف حسام البدري المدير الفني للأهلي أحمد أيوب المدرب العام وسيد معوض المدرب المساعد بالذهاب لمدينة سوسة ومشاهدة مباراة النجم الساحلي وأهلي طرابلس في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكتابة تقرير مفصل عنها، خاصة وأن الأهلي سيلاقي الفائز في اللقاء. وكان من المقرر أن يذهب حسام البدري مع جهازه المعاون إلى مدينة سوسة لمشاهدة اللقاء، إلا أن المدير الفني تراجع في آخر وقت نظرا لأنه يعاني من آلام في القدم عقب مباراة الفريق أمام الترجي التونسي. وعانى البدري من آلام القدم بعد توجه الجماهير الأهلوية التي تواجدت في ملعب رادس لتحيتها عقب المباراة ومشاركتها لحظة الفرح عقب التأهل لنصف نهائي البطولة. منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة حسام البدري اللاعبين المشاركين في مباراة الترجي التونسي راحة من الميران اليوم تجنبا للإرهاق بعد المجهود الكبير والذي بذلوه في المباراة والتي فاز بها الفريق وتأهل للمربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا. وخاض اللاعبون الغائبون عن المباراة ميرانا في 3 عصرا على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة تحت قيادة أنيس الشعلالي المعد البدني للفريق. قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي صرف مكافأة استثنائية للاعبي الفريق بعد الفوز على الترجي التونسي والتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. وقرر عبد الحفيظ صرف مكافأة خاصة للاعبين بعدما قدم الفريق عرضا أكثر من رائع أمام الترجي وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس ضمن إياب دور الثمانية من بطولة أفريقيا. قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي منع الأحاديث الصحفية أو الإعلامية لجميع اللاعبين حتى يحافظ اللاعبون على تركيزهم في المرحلة القادمة. وقام عبد الحفيظ بإبلاغ اللاعبين بالقرار في الحافلة والتي أقلت الفريق من ملعب رادس إلى فندق الإقامة عقب الفوز على الترجي التونسي والتأهل إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، حيث قرر فرض غرامة قدرها $700 على أي لاعب لا يلتزم بالحظر الإعلامي المفروض على الفريق. يواصل سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برنامجه التأهيلي للشفاء من إجهاد العضلة الضامة والتي تعرض لها في آخر ميران للفريق بالقاهرة وحرمته من المشاركة في مباراة الترجي التونسي. وأوضح خالد محمود طبيب الأهلي أن اللاعب حالته تتحسن بصورة جيدة مع تلقيه الأدوية المعالجة وجلسات التأهيل،
حيث يجري جلستين يوميا، كما خضع لفحص طبي شامل اليوم قبل مران اللاعبين الغائبين عن لقاء الترك. قال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن وليد سليمان تعرض لكدمة قوية في الحوض أثناء مباراة الأهلي والترجي التونسي أمس، وأضاف أن اللاعب سيخضع اليوم الأحد لجلسات علاج طبيعي ومساج مع الحصول على بعض الأدوية المعالجة، على أن يخضع لفحص طبي في ميران الفريق غدا الاثنين لتحديد مدى استجابته للعلاج، وبناء عليه يتقرر مشاركته في الميران من عدمه. في السياق نفسه قال طبيب الأهلي أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق تعرض لتقلص عضلي شديد في العضلة الخلفية خلال المباراة، وسيخضع أيضا لجلسات علاج طبيعي وطبي اليوم. حصل علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للسفر لزيارة أسرته في مدينة صفاقس، والتي تبعد قرابة الساعتين عن العاصمة التونسية. ومن المنتظر أن يعود معلول مساء اليوم الأحد للانتظام في تدريبات الفريق غدا بعد الراحة التي حصل عليها جميع اللاعبين المشاركين في مباراة الترجي والتي أقيمت أمس السبت. عاشت بعثة الأهلي ليلة سعيدة في العاصمة التونسية بعد الفوز على الترجي 2-1 والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. نتابع في التقرير التالي أبرز تصريحات الجهاز الفني واللاعبين ومظاهر الاحتفال عقب المباراة. الحمد لله، لأن عارف الجهد اللي مبذول من اللعيبة ومن الجهاز، ومتاكد ان ربنا بيوفق اللي بيبذل الجهد الكافي انه ربنا يوفقه. عندك ثقه في اللعيبه يعني بعد النتيجه الاولانيه؟ طبعا مفيش كلام، عندي ثقه في اللعيبه، وانا طول عمري بقول النادي الاهلي لما بيلعب تحت ضغط بيلعب احسن، ولما بيتحط عليه ضغط مسؤوليه بيقدر يشيل المسؤوليه وجدير بشيل المسؤوليه. وكل الولاد اللي كانوا في الملعب النهارده والجهاز الفني والجهاز الاداري من اول واحد لاصغر واحد الحقيقه ادوا ما عليهم وزياده، وكان عندهم تركيز زياده عن اللزوم، وروحهم النهارده وقبل المباراه واحنا في الفندق الحقيقه كنت حاسس ان الولاد نازلين يعملوا حاجه كويسه. اول ما انتهت المباراه حضرتك كنت في غرفه خلع الملابس، ايه الكلمات اللي قلتها للاعيبه النادي الاهلي؟ لا طبعا ما فيش كلمات بقى، كلها حمد وشكر لله ومباركه للعيبه، والحمد لله ان ربنا وفقهم وان شاء الله يكرمهم ببطوله افريقيا السنه. بشكر جماهير النادي الاهلي، بشكر كل الجماهير، بقول لهم يعني دي خطوه وليس نهايه ان شاء الله، لان لسه طبعا المشوار ما اكتملش، لكن بشكر جماهير النادي الاهلي اللي جت في استاد التتش وشجعتنا، واللي كانوا كان في اضعاف، انا عارف ان كان في اضعاف بره، وكل الناس حتى اللي ما جاتش كانت بتتصل بيا، فبشكر جماهير النادي الاهلي، بشكر المجموعه العظيمه اللي كانت موجوده النهارده في المدرجات. انا اتمزقت وانا بجري بعد المباراه على طول حاطط التلج اهو، لان بعد ما الحكم صفر فتحت سبرنت على الجماهير، بس اتمزقت، بس الحمد لله. تكرار نفس السيناريو 2012 يا كابتن حسام، مباراتين تاريخيين تحت قياده الكابتن حسام البدري. 2012 خدنا البطوله امام الترجي، 2017 كسبنا الترجي، وان شاء الله في طريقنا ان احنا ناخد البطوله تحت قياده الكابتن. ان شاء الله، لسه طبعا مشوار البطوله صعب ان شاء الله، لكن بحمد ربنا وبشكر اللعيبه، بشكر مجلس الاداره، بقول بشكر الجماهير، بشكر كل الناس اللي شغاله معايا، لان مجهود كبير وتوفيق ربنا الحمد لله. خطوه مهمه، وفي نفس الوقت بقول كنا
كنا بنلعب فريق مميز، فريق الترجي فريق مميز بجمهوره بلاعيبته باسمه، واكيد انتصار النهارده يعني شيء برضو بيتضاف ليا وللعيبه اللي موجوده وللجهاز الموجود الحمد لله. عندنا ثقه في لاعبتنا بشكل كبير جدا 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 جدا، عندنا ثقه في شخصياتهم وقدراتهم وامكانياتهم وطريقه تفكيرهم واسلوبهم والتعامل مع المباريات الكبيره والفصل كمان ما بين مباراه لاخرى. لكن المعنى الاهم اللي لازم يتقال النهارده او يتقال دلوقتي تحديدا، يعني من حقنا نفرح ومن حقنا نتبسط ومن حق كل جمهور النادي الاهلي بل مصر كلها تتبسط بفرقه بتعرف كويس قوي 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 وتحقق اللي هي عايزاه مهما كانت الصعوبات ومهما كانت التحديات. لكن المعنى الاهم اللي لازم يوصل للناس في الوقت الحالي بالتاكيد، احنا صعدنا على في حساب فرقه قويه جدا جدا لكن ما خدناش البطوله، البطوله لسه مشوار بعيد ولسه مشوار تقيل ولسه مشوار صعب، لازم الشغل يبقى من نار، لازم الشغل يبقى في تركيز اعلى، في احترام للمنافس اكبر، في تقدير بشكل كويس قوي. المعنى لازم يوصل للعيبه النهارده ان شاء الرحمن بعد العشاء مباشره، طبعا هيصه وفرحه وسعاده ده حلو وجميل، لكن ان شاء الرحمن من بكره هنبدا استعداداتنا للي جاي، لان انت كسبت مباراه مع فرقه قويه لكن ما خدتش البطوله. الحمد لله ان احنا عدينا المرحله دي. بشكر اللعيبه على مجهودهم واخلاصهم وروحهم وتركيزهم واصرارهم على المكسب. في الشوط الثاني انت قلبت الموازين خالص على فرقه الترجي، الحمد لله كسبت واديت اداء كويس مرضي بالنسبه لنا الحمد لله. عملتوا ازاي مع الضغط اللي كان ما بين المباراتين؟ لا يعني ما انا يعني احنا متعودين على يعني الحاجات دي، يعني الحمد لله بنقدر نتعامل على المستوى الفني والمستوى البدني بشكل ممتاز مع اللعيبه الحمد لله، عشان كده ربنا بيكرمنا بنركز بشكل كبير على الفرقه اللي بنلعبها، والحمد لله في النهايه بيكون توفيق ربنا الحمد لله. الحمد لله والله مش ادائي بس، يعني اللعيبه كلها كانوا على قد المسؤوليه وكنا مركزين جدا الماتش ده، يعني حطينا نفسنا في موقف محرج في القاهره، يعني الحمد لله يعني كنا مركزين من واحنا هناك كلامنا مع بعض تركيزنا كلنا على فكر واحد ان احنا نيجي نكسب هنا، يعني مش مضمونه طبعا بس يعني كمان دخل في الجون اول ما بدات المباراه، فكنا مركزين جدا ان احنا ما نضيعش بقى فرصه، يعني كل واحد كان بيطلع كل اللي عنده، حتى اللعيبه اللي بره كلنا مع بعض وكلنا بنتكلم مع بعض، فالحمد لله عدت على خير الحمد لله. كلامكم ايه يعني؟ كنتوا بتقولوا ايه لبعض؟ لا دي يعني الكلام كله يعني لا لازم نركز، لازم نحافظ على ان ما يدخلش فينا جون تاني، فالحمد لله قدرنا كل واحد يعمل اللي عليه والحمد لله الهدفين يعني جم في وقتها كويس يعني. مؤمن ببارك لك طبعا فوز كبير النهارده واداء كويس جدا في الشوط الاول بالنسبه لك لحد ما طلعت مع بدايه الشوط. هو الحمد لله يعني اداء الفرقه عامه كلها بالناس اللي لعبت بالناس اللي بره كان روح الفرقه كلها كويسه، ان اهم حاجه المكسب ودي حاجه كويسه ان انت بتكسب خارج ملعبك، زي ما رامي كان بيقول ان هو كان ماتش صعب وكمان دخل فيه الجون اول ضربه جزاء فده بيبقى صعب ليك، بس الحمد لله اتمسكت ولعبت واهم حاجه ركزت ان انت تجيب الجون الاولاني، ده كان حاجه كويسه، وبعد كده فكرت في المكسب والحمد لله يعني ربنا يكرمنا في خلاص انت قربت عندك قبل النهائي هانت يعني ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. الف مبروك ان شاء الله للجماهير كلها على النادي الاهلي، والف مبروك للعيبه وللناس الكل اللي كانت موجوده اليوم في الماتش، كنا نعرف انه يستنى فينا مقابله صعيبه مع منافس كبيره ويلعب قدام في ملعبه وقدام جمهوره، لكن احنا كنا متاكدين ان احنا جايين لتونس نجموا نعملوا نتيجه باهيه، الحمد لله جاء توفيق اليوم ربحنا منافس باهي وان شاء الله نكملوا في المقابلات الجايه على نفس النسق ان شاء الله. اتكلمتوا زي ما مع بعض كلعيبه بين الشوطين بعد ما تاخرنا بهدف؟ قلنا انه لازمنا نلعبوا، احنا دخلنا الشوط الاولاني متاخرين 1-0، قلنا لازم نلعبوا ونحاولوا اذا كان لا قدر الله خسرنا نخرجوا ماتش باهي لقب النادي الاهلي، الحمد لله جاء توفيق في الشوط الثاني وكنا نجموا نربحوا اكثر من اثنين، لكن الحمد لله المهم انه جاء الترشح، ان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. هدف واسيست يوم اكثر من رائع بالنسبه لعماد. الحمد لله ان شاء الله جاي خير وهذا احسن رساله نجم نوصلها للناس، اللي انا ندافع على النادي الاهلي وندافع على المريو اللي انا لابسه وعمري ما نضر العباد وعمري ما ننكر الجميل تاع الناس هذه. في العوده للاخبار من جديد نال حسام البدري المدير الفني للاهلي وعلي معلول ظهير ايسر الفريق النصيب الاكبر من اشاده الصحافه التونسيه بعد فوز الأهلي على الترجي 2-1 مساء أمس السبت بملعب ردس. وأشارت صحيفة الشروق التونسية في تقريرها عن اللقاء أن معلول والأهلي أنهيا حلم الترجي في التتويج باللقب القاري، وهاجمت بشدة فوز البنزرتي المدير الفني للترجي واتهمته بأنه السبب الرئيسي في الخروج أمام الأهلي،
من جانبها قالت صحيفة الصحافة التونسية أن قمة الأهلي والترجي شهدت تفوقا واضحا لحسام البدري والذي لقبته بالمعلم والذي تفوق على المخضرم فوزي البنزرتي. واتفقت الصحف التونسية أن الترجي لم يتعلم من درس خسارة اللقب الأفريقي بملعب رادس أمام الأهلي في عام 2012. يواجه فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي ترجي التونسي خطر الإقالة من منصبه عقب الخروج من الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا على يد نادي الأهلي بعد التعادل ذهابا بهدفين لكل فريق والخسارة في الإياب بهدفين مقابل هدف. وقالت وسائل إعلام تونسية أن إدارة ترجي ستتخذ خلال الساعات القادمة العديد من القرارات الهامة بشأن الفريق عقب ضياع حلم الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا. وشن فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي ترجي التونسي هجوما عنيفا على لاعبيه داخل غرفة خلع الملابس عقب الخسارة من الأهلي. أعلن عبد المنعم شطة رئيس لجنة التطوير بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أن قيمة الجائزة والتي يحصل عليها بطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية تبلغ 3.5 مليون دولار. وقال شطة في تصريحات له اليوم أن هناك جائزة أخرى يحصل عليها البطل بعد تأهله إلى مونديال الأندية فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 2 مليون دولار. وتأهلت أندية الأهلي الوداد البيضاوي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري إلى الدور نصف النهائي وسيتحدد الفريق الرابع الليلة من مواجهة النجم الساحلي وأهلي طرابلس. والآن ينضم إلينا مباشرة مراسل قناة النادي الأهلي أمير هشام. أمير أهلا بك، إيه آخر الأخبار عندك؟ تحياتي ليك يا فيروز وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا في هذه اللحظات النادي الأهلي بيقوم بتدريبات أكيد استعدادية للمرحلة المقبلة والمباراة المقبلة المهمة جدا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، واللي لسه ما تحددش طرفها طبعا هيكون يا إما فريق النجم الساحلي التونسي أو أهلي طرابلس الليبي، وفي كل الأحوال هي هتقام هنا بتونس. بالتالي النادي الأهلي بيستعد لهذه المباراة. خلينا نتكلم على التمرين شوية. يمكن النهاردة بيتمرن اللاعبين اللي ما شاركوش في المباراة بشكل أساسي وأيضا اللاعبين اللي شاركوا في أجزاء بسيطة من المباراة، يعني حوالي 13 لعيب بالظبط بيتمرنوا النهاردة. في المقابل بقية لاعبي النادي الأهلي واخدين طبعا راحة اليوم كامل، بالتالي هم بيستعدوا من خلال التدريبات النهاردة للمرحلة المهمة المقبلة. خليني أقول إن في تركيز كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي. إن شاء الله خلاص النادي الأهلي فاز على فريق الترجي بالأمس ووصل لدور نصف النهائي، لكن التركيز الأكبر في المرحلة المقبلة، خصوصا إن إحنا فزنا في مباراة ما فزناش ببطولة، وده الكلام اللي ما بين لاعبي النادي الأهلي بالتحديد من النهارده. امبارح كانت فرحه كبيره اكيد وفرحه عارمه في البعثه كلها بعد الفوز على فريق الترجي، لكن الاهم هو القادم وده اللي مركز عليه لاعبي النادي الاهلي بشكل كبير. خليني اقول لك ايضا ان الفريق طبعا كواليس الفريق في الاوتيل، يمكن النهارده طبعا هم قاموا بالتدريبات النهارده علشان يستعدوا لهذه المباراه. كلام الكابتن حسام البدري، كلام الجهاز الفني مع اللاعبين، ان احنا لازم نركز في المرحله الجايه والمباراه المقبله. طبعا كابتن حسام البدري وكابتن احمد ايوب هيروحوا يتفرجوا على المباراه النهارده، مباراه النجم الساحلي التونسي وايضا فريق اهلي طرابلس، عشان يقفوا على مستوى الفريق اللي هيفوز واللي هيواجه النادي الاهلي، ويقفوا على طبعا المميزات الخاصه بهذا الفريق والسلبيات اللي عند هذا الفريق اللي ممكن النادي الاهلي يركز عليها خلال هذه المباراه. ايضا النادي الاهلي
مركز ان هو من خلال مباراه يوم السبت ان شاء الله الجاي ان هو يحاول يفوز بنتيجه مريحه عشان مباراه العوده يقدر من خلالها ان الدنيا تبقى سهله شويه، ويحاول ان هو يتاهل للدور النهائي عشان البطوله مهمه اكيد لكل جماهير النادي الاهلي. لكن لو هنتكلم عن بعض اللاعبين بالتحديد، سعد سمير مدافع النادي الاهلي يمكن النهارده لسه بيقوم ببعض التدريبات التاهيليه، لسه سعد سمير ما شفيش تماما من طبعا الاصابه اللي لحقت بيه في العضله الضمه، اجهاد بالتحديد في العضله الضمه. كابتن حسام بدري يفضل بالامس ان هو ما يبتديش بيه او ما يجازفش بيه عشان الاصابه ما تتفاقمش، بالتالي سعد سمير بيقوم بعض التدريبات التاهيليه عشان يكون جاهز ان شاء الله لمباراه يوم السبت القادم. لسه ما تحددش خلال قد ايه هيشارك في التدريبات الجماعيه، لكن ان شاء الله جميع لاعبي النادي الاهلي جاهزين للمباراه المقبله، واكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المرحله والفوز ان شاء الله في المباراه المقبله هنا في تونس، ومن ثم ان شاء الله مواصله المشوار الافريقي والتاهل للنهائي الافريقي والمنافسه بقوه على هذه البطوله لطبعا ارجاحها لدولاب بطولات النادي الاهلي. عوده لك يا فيروز. أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معانا عبر الهواء مباشرة من تونس. هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا النادي الأهلي بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب التغلب على الترجي التونسي بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لرفع النهائي. وقال الاتحاد الدولي على صفحته الرسمية على تويتر: الأهلي المصري وعد جماهيره وأوفى وعوض نتيجة الذهاب بفوز 2-1 على الترجي في ملعب رادس ليتأهل عن جدارة إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. سيطر النادي الأهلي على مواقع السوشيال ميديا منذ مساء أمس السبت بعد الانتصار الكبير على الترجي التونسي بملعب رادس 2-1 وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتصدرت هاشتاجات أفريقيا بالسحر الأهلاوي وروح الفنانة الحمراء والأهلي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد الملحمة الكبيرة في ملعب رادس، وتأهل الأهلي من عقر دار الترجي التونسي، وتسابق اللاعبين والفنانين والإعلاميين المصريين والعرب والمعلقين والمحللين والنقاد الرياضيين لتهنئة الأهلي عبر السوشيال ميديا بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. حيث قال أحمد حجازي مدافع الأهلي والمعار لفريق ويست بروميتش الإنجليزي: مبروك يا رجالة وعقبال البطولة إن شاء الله. فيما قال المعلق السعودي فهد العتيبي: ليلة من الليالي العظيمة لنادي الأهلي، تتوارث الأجيال القميص الأحمر وتحافظ على قيمته وهيبته، رجال لا يعرفون المستحيل، مبروك يا أهلي. قال نجم الفريق صالح جمعة: لي الجمهور في الشدة طبيبك، ما انت حبيبه وهو حبيبك، زي ما ترسي معاك هيسندك، تخسر تكسب مش هيسيبك. فاصل قصير ونعود لاستكمال نشرة السادسة. متابعة الألعاب الأخرى، حيث حقق فريق التنس بنادي الأهلي الفوز في ثاني مبارياته بالدوري العام على فريق الزهور بنتيجة 9-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملاعب نادي الزهور. وكان الأهلي قد فاز بمباراته الأولى بالدوري في أغسطس الماضي على صيد أكتوبر بنتيجة 7-3، وشارك الأهلي في المباراة بمختلف المراحل السنية بنين وبنات بالإضافة للعمومي رجال وسيدات.
الفاصل مريم متولي لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي تدريباتها العلاجية عقب جراحة الكتف والتي أجرتها في الفترة الماضية. وتخوض مريم حاليا المرحلة الثانية من العلاج الطبيعي للكتف بالإضافة لبدء تدريبات الجري واللياقة البدنية. وأكدت مريم أنها تؤدي تدريباتها بقوة وتستعد للعودة للملاعب خلال الأيام المقبلة، تحديدا قبل انطلاق منافسات البطولة العربية في ديسمبر المقبل. اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة تجديد الثقة في عمرو أبو الخير المدير الفني لمنتخب الرجال في ظل اقتراب المنتخب من المشاركة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018. وكان أبو الخير قد تولى المهمة خلفا للأسباني أنطونيو أرانجا والذي انتهى عقده وقاد الفراعنة للوصول إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية والتي أقيمت بتونس. توفت اليوم زوجة مصطفى عبده نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق. وشيعت أسرة الكابتن مصطفى عبده الفقيدة عقب صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وتتقدم قناة النادي الأهلي بخالص التعازي لنجم الأهلي السابق وأسرته، وتتمنى أن يلهمهم الله الصبر والسلوان. جولة في الملاعب العالمية، حيث أعلن نادي النصر السعودي اليوم الأحد أنه سيفتقد لاعب الوسط حسام غالي بين أسبوع وعشرة أيام بسبب الإصابة بتمزق في الساق. وغاب غالي عن مواجهة النصر السابقة أمام الفيحاء والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري السعودي للمحترفين. وسيفتقد النصر جهود غالي خلال مواجهته المرتقبة أمام الشباب والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري. تغلب فريق سامداريا على ضيفه ميلان بهدفين دون مقابل اليوم الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وتقدم الكولومبي دوفان زاباتا بهدف لسامداريا في الدقيقة 72، ثم أضاف البديل ريكي ألفاريس الهدف الثاني في الدقيقة 91. الفوز رفع رصيد سامداريا إلى 11 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف ميلان صاحب المركز الخامس. أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا إدارة مباراة ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني والمقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للحكم الهولندي بيبون كوبرز. وأدار كوبرز نهائي دوري الأبطال في عام 2014 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وانتهى بفوز الملكي بأربعة أهداف لهدف، بينما سقط الريال أمام دورتموند بالأربعة تحت صافرة كوبرز في نصف نهائي الأبطال من عام 2013، وتعادل مع سيسكا موسكو الروسي بهدف في دوري المجموعات.
قالت صحيفة ميرر البريطانية أن الفرنسي أوليفي جيرو مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي سيرحل عن صفوف الفريق في حال تقدم نادي أفرتون بعرض تصل قيمته إلى 40 مليون جنيه استرليني. وأضافت الصحيفة أن أفرتون على ثقة من الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي الدولي والذي خرج من حسابات مواطنه أرسن فينجر المدير الفني للمدفعية في الموسم الحالي. يذكر أن جيرو كان قريبا من الرحيل عن صفوف أرسنال في الانتقالات الصيفية لكن الصفقة لم تتم في آخر لحظة. تعرض ديان لوفرين مدافع ليفربول الإنجليزي لسرقة منزله في مسقط رأسه في العاصمة الكرواتية وذلك أثناء قضاء إجازة قصيرة هناك. وذكرت صحيفة صن البريطانية أن اللصوص هاجموا منزل لاعب ليفربول والذي كان يستأجره لقضاء عطلة قصيرة مع أسرته حيث سرقوا بعض الأموال والحلي الذهبية أثناء نوم اللاعب في غرفته ليلا. وكشف نجم ليفربول تعرضه للسرقة مع حواره في حواره مع صحيفة قائلا تمت سرقتي لقد سرقوا كل شيء يخصني كنت نائم ولم أشعر بأي شيء كان بإمكانهم خطف أولادي حيث لم أشعر بوجودهم على الإطلاق. ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن دالي ألي نجم نادي توتنهام الإنجليزي قرر إنهاء التعاقد مع الشركة والتي تتولى إدارة أعماله وبدأ البحث عن وكيل أعمال جديد في إطار ما وصفته بالتحرك من أجل الانتقال لصفوف ريال مدريد الأسباني. وأضافت الصحيفة أن العروض تنهال على اللاعب وأبرزها من خوخي مينديز وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني. ونوهت الصحيفة أن ماينو ريولا والذي ساهم في انضمام لوكاكو وبوغبا وإبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد عرض خدماته على اللاعب الإنجليزي. يخشى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على مستقبل الفرنسي بول بوغبا لاعب الفريق هذا الموسم بعد تعرضه للإصابة في الأوتار وذلك بعد تصريحات من طبيبه المعالج الفنلندي سكاري أورافا. وقال أورافا في تصريحات نقلتها صحيفة ذا سن البريطانية أنه لم يتحدد بعد إن كان بوغبا بحاجة لعملية جراحية من عدمه وسيتم حسم الأمر بصورة قطعية خلال الأسبوع المقبل كما سيتقرر نوعية العلاج أيضا. وأضاف الطبيب أن إصابة بوغبا تختلف عن ديمبلي لاعب برشلونة الأسباني مؤكدا أنه قد يشفى دون الحاجة لجراحة ولكن الوقت مبكر لتحديد هذا الأمر. إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من بوابة الأهرام محمود طاهر الأهلي فريق لا يعرف المستحيل في أي مكان. ومن الأخبار الأهلي الكبير حقق المستحيل. و
ومن المصري اليوم الأهلي يصعق الترجي بهدفين في رادس ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال. من الشروق الأهلي لا يعرف المستحيل في ملعب رادس، هزم الترجي وتأهل لنصف نهائي أفريقيا. ومن الوفد مكافآت استثنائية للاعبي الأهلي بعد الفوز على الترجي. من الوطن سبورت لا جديد، رادس أهلاوي. ومن يلا كرة الأهلي يذيق الترجي من كأس الصفاقسي في رادس. في الجول الأهلي يطلب حضور 60,000 مشجع في إياب نصف نهائي الأبطال. ومن كرة علي معلول يرد على منتقديه ويوضح أسباب عبور الترجي. من يورو سبورت عربية، رادس وش السعد للأهلي للمرة الثالثة على التوالي أمام الترجي. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.